سؤال طبعا اتفضلي الأستاذ اتفضلي. سعد. دلوقتي ازاي يعني؟ دلوقتي احنا المفروض ان احنا حطينا الناس اللي في الواجهة كده جوه السجون، ولكن الاعداء لسه موجودين. فتحوا عيونكم بقى، يعني لسه في اعداء بره ممكن تبوظ حاجات كتير. يعني انت عندك دلوقتي مثلا، هل الشرطة، ده سؤال تاني، هل الشرطة اخدت احتياطاتها اللي احنا بنبقى عارفينها من زمان؟ اول ما بتدق جروس الخطر زي ما بيقولوا، بيروحوا يعملوا ايه؟ بيرجعوا للليستة، فين مثيري الشغب، فين البلطجية، ناخدهم لا ما عادش نحتجزهم ده لحد. دلوقتي، في عندك اخطر. الاول كانت الناس عندها كل ضابط مباحث وكل مدير مباحث عنده عارف مين المسجنين اللي في طبعا يا المنطقه، فندم، عارف في كل يسيطر عليهم دائرته. ازاي. لكن انت عندك بعد الناس اللي خرجت من السجون وبعد ان لا كميه النهارده مش المسجنين، الخطرين على الامن في مصر زادوا جدا. وما تنسيش ان في عندك الازمه الاقتصاديه اللي احنا فيها النهارده دي خرجت او افرزت ناس جديده ضمتهم مثيري للعمق هيعرفوا بقى للعمق. بعدين نفكر وانا فيه. عندك بس سارة زي كمية ما بتقول يا السلاح، فندم، خدي بالك كمية السلاح اللي اتواجدت في مصر خاصة مع المشكلة ليبيا، كميات كبيرة جدا، نوعيات خطيرة للغاية ماشي يا فندم، بس ومنتشرة. زي ما سارة بتقول ان لكل ضابط او في كل دايرة مثلا كل واحد فعلا عنده لستة بمثير الشغب والبلطجية وعارفينهم، وناس كتيرة جدا بتبلغ عنهم ومفيش اي حاجة بتحصل. يعني اكبر خيانة حصلت لمصر هو فتح السجون على المصريين. يعني ايه فتح السجون؟ اما السجون اتفتحت يا فندم وطلعت علينا البلطجيه. لا استنى بتقولي ده اكبر غلطه، يعني لا احنا توقعنا الشرطه اكبر اللي خيانه. فتحت السجون. لا انا ما قلتش، ما حددتش مين، لا بس انا بس بقول عاوز انه انبه لنقطه لا مهمه، طبعا يا فندم ما اكيد انا ما قلت. عاوز انبه لنقطه مهمه. اللي حرق الاقسام في توقيت واحد 101 اسم على مستوى الجمهوريه، انا ما بتكلمش على الحرق ده يا فندم الاقسام. الاقسام، انا اما بتكلم على السجون السجون والبلطجيه، لان تم هم فتحها بفعل بس مش الشرطه، انا ما قلتش عشان بس يا فندم تبقى الامور حضرتك، انا ما واضحه قلتش الشرطه خالص. انا بقول عشان لحضرتك اتهمك، ده انا بنبه الناس لا عشان خالص، ما وانا يحصلش كمان ما خلط. قلتش حاجه عشان ما يحصلش. بس انا اللي بتكلم فيه انه ساره دلوقتي نبهتنا النقطه، ومش ساره بس اللي نبهتنا النقطه دي، فعلا موجوده ان الناس دي حره طليقه ومعروفه، ما بقبضش عليهم ليه؟ في وقعة والامبارح جاي شفتوها بتاع رملة بولاق، ضابط قالوا له ان ده واحد مسجل معاه فرد خرطوش، راح يقبض عليه، الدنيا اتلمت عليه، كسرت الضابط، كسروه. قولي لي بقى، انا يعني انا بكلمك بعيد خلاص عن يبقى ما نعملش الضابط. اتحاد دلوقتي بقى، لا ده ما هي احنا، ملهاش حل غير لا كده، هو شوفي، هو ما هما مش تقدر، قادرين مش هت... قادرين انت مش نصحهم. هتعملي زي، وانت النهارده مطالبه انك تسلمي. ما هو المشكله النهارده ايه؟ طيارات الاسلام بتقول لازم قبل نهايه ابريل لازم المجلس العسكري يسلم لا ما الاستاذ. هو المجلس هيسلم العسكري، لمين المجلس العسكري في ظل طلع اللي احنا قرار فيه وقال لا النهارده؟ بالنسبه للاعلان الدستوري انا مش هسلم غير بعد كتابه الدستور وبعد الانتخابات الرئاسيه. ويجب ده ان يبقى اتحدد كده، وده اتحدد ويجب يبقى خلاص كده. وده اتقال. بس الفكره نفسها احنا عايزين نوصل بمصر لبار الامان دلوقتي. هل الانتخابات حضرتك من وجهه نظرك كخبير استراتيجي امني، الانتخابات اللي لا جايه انا حضرتك مش خبير متفائل؟ استراتيجي امني، انا مواطن مصري. بس حضرتك اساليني عن احساسي عندك ايه؟ خبره يعني، لا عندك احساسي بقول خبره لك يا انت فندم. عندك 2 سيناريو، السيناريو اللي احنا ماشيين فيه، وانا شخصيا لا اميل ان هذا السيناريو يكمل للاخر. اذا كنت عاوز الحقيقه ايوه يا فندم، بالمعطيات اللي موجوده النهارده، باللي بيحصل النهارده في الميدان وفي الشارع وفي احوالك الاقتصاديه السيئه والسياسيه اللي انت شايفاها والاعلاميه اللي انت ادرى بيها من اي حد، وضرب البنيه التحتيه للمجتمع المصري مسلمين واقباط واللي احنا شايفينه، لا احنا مقدمين. ايه الاحتجاجات اللي بتحصل النهارده؟ احنا كاننا بنضحي بمصر عشان الثوره. ثوره ايه اللي دخلتنا في هذا النفق المظلم اللي احنا فيه النهارده؟ يجب ان احنا ننتبه. احنا مش بنضحي بمصر عشان الثوره، لا لا طبعا يا فندم. احنا حولنا الثوره للاسف الى مجموعه من الازمات. اذا كانت الثوره بتقوم بس هي لانهاء الازمات كانت ازمات، موجوده يا فندم، يعني نعم الازمات كانت موجوده، يعني الازمات كانت مش حاجه احنا جديده احنا ما خلقنا كناش عايشين فيها. فهمنا الخاطئ للحريه، وفهمنا الخاطئ للديمقراطيه، من بعض وفهمنا الناس يا الخاطئ فندم. للتوقيت الخاطئ اللي بنقول فيه مطالبنا. وصلنا ان بقت فيه مجموعه من الازمات. امبارح شوفي لغايه امبارح ايه اللي بيحصل في دمياط، ايه اللي بيحصل في ايوه بلطيم، بس تم ايه اللي خلاص بيحصل هنا. بس الحمد لله تم، نقدر نقول تم حل موضوع دمياط بلجنه من الحكماء ولجنه يا شعبيه ستي انا مش بتكلم على الواقعه، ايه اللي وصلنا لهذه المرحله، عشان ايه اللي كان في وصلنا ازمه يا لمسبيرو، فندم. ايه اللي وصلنا امبارح طب لشبرا اللي بيحصل لتكرار في موضوع سوهاج مسبيرو. ومنيا، اللي بيحصل في سوهاج ومنيا ده مؤشر انه، او بلاش مؤشر، نقدر نقول هل هيحصل انتخابات في الصعيد؟ احنا عارفين طبعا الصعيد لما بتحصل فيه انا بقول مشكله بتقلب لحضرتك مصر هذا السيناريو ليها سيناريو طبع خاص. انتخابات وسيناريو دستور ورئيس دولة، اتمنى ان يكون ده يعني السيناريو بما اللي ان حضرتك هيكمل. خبير استراتيجي النهارده، انت شايف انه ده ممكن يحصل ولا هيلغوا الانتخابات، ان هما اللي في الصعيد بقى يجوا لما اقول هنا؟ لك انا مش شايف افضل بكتير من ان اقول لك ان انا اللي شايفه ان السيناريو ده صعب للغايه ان احنا نوصله في ظل المعطيات اللي احنا فيها. لو ما انتبهناش كشعب للي بيحصل وغيرنا من سلوكنا مره اخرى، لو هذه التيارات الاسلاميه اللي عامله حاله من الرعب
مش للشعب بس، حتى للقيادات ما انتبهوش ان مصر اهم بكتير من اي عقيده ومن اي. شوفي طول عمر مصر فيها مسلم وقبط ويهودي وكل كل حاجه وعايشين. فاذا كنت النهارده عاوز ترجعني كم الف سنه، الف وشويه سنه ورا باسم الدين، الدين ليس مطيه، كلنا مسلمين واقباط مؤمنين ونعرف حدودنا ومسؤوليه الاخلاقيه لينا تجاه المجتمع احنا نعرفها، مش مستنيين حد يجي يعلمها لنا يخوننا ويكفرنا. لا يخوننا ويكفرنا، لكن احنا اذا كنا بندور على نموذج للحكم الاسلامي، بصوا شوف ايه اللي حصل في افغانستان وفي العراق وفي الصومال، عاوزين نبقى كده؟ لا طبعا. في السودان مفيش حكم. شوفي الاخوه التيارات الاسلاميه دول مواطنين مصريين، ولكن يجب ان احنا ننتبه ان انت ليس لديك لا وعي سياسي ولا تجربه سياسيه. ادخل التجربه وجرب، جرب ادخل المره دي وجرب والزم الصمت وادخل التجربه، اذا نجحت فيها فانت اضافه لمصر، اذا فشلت انت جربت والمره الثانيه كمل. والخوف بس من حاجه ان احنا وقت فكرتنا انتهى. دكتور سعد زند خبير استراتيجي الامني، بنشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده، ونتمنى ان شاء الله زي ما حضرتك قلت وهاخد من كلام حضرتك ان فعلا الخلافات دي كلها تبقى على جنب ونبقى كلنا خايفين على مصر فعلا. مصر فوق الجميع. متشائم ولا متفائل؟ طيب ولا عشان اي كان، عشان ابقى طلعت من الحوار ده بس حاجه، متشائم ولا متفائل بالاحداث اللي هتحصل في الانتخابات؟ والله الموضوع مش تفائل وتشاؤم، انا عارفه بس يعني نسبيا على واحد من نسبيا لا انا متشائم طبعا، رغم ان احنا الصبح وناس هتزعل، لكن لا انا متشائم. شكرا يا فندم جدا. شكرا يا فندم. طيب مشاهدينا بكده نكون خلصنا الفقره دي، يا رب ان شاء الله كل حاجه تمشي بسلامه، بس ان شاء الله لازم يكون في توعيه اكتر بقى، طالما الموضوع قرب والحكايه خلاص لازم نعملها يبقى لازم يكون في توعيه ليل نهار. كان معانا دكتور سعد الزنط، هو خبير استراتيجي امني. نعم استراتيجي بس انا مش امني، انا مش ظابط استراتيجي. اوكي انا اسف. حضرتك ننتقل لفاصل ونكمل معاكم باقي فقرات نهارك سعيد. انا سايبك كده.